ميدانيا، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية أمس على بلدة تمهين بريف حمص الشرقية وسط سوريا، وذلك إثر هجوم بسيارة مفخخة على حاجز لقوات النظام تلاه اقتحام للبلدة. وقالت مصادر محلية في مدينة حمص إن عناصر التنظيم هاجموا أيضا مواقع لقوات النظام في بلدة صدد المجاورة لمهين، ويعد هذا الهجوم الأوسع للتنظيم منذ سيطرته على مدينة القريتين بريف حمص قبل عدة أشهر. وقد شنت الطائرات الروسية غارات ليلية على بلدة مهين وعلى مواقع للمعارضة المسلحة في ريفي إدلب وحماة.